للحديث عن التطورات في غزة وسط الحديث عن صفقة محتملة لإيقاف إطلاق النار في وقت أطلق علماء الأمة فعاليات أسبوع القدس في إسطنبول دعما لغزة. معنا من إسطنبول عبر سكايب كل من عضو رابطة العلماء السوريين الدكتور صلاح الدين الحموي عبر الهاتف وأمين قسم القدس في هيئة علماء المسلمين الدكتور محمود الشجراوي عبر سكايب. أبدأ معك دكتور محمود الشجراوي، مرحبا بك. إلى أي مدى ترى أن القضية الفلسطينية وقضية دعم غزة في ظل هذا العدوان السافر عليها وفي ظل القتل على المدنيين وعلى القطاع بالكامل وفي ظل حصار خانق وفي ظل ما يجري من أحداث دموية وهذا العدو الاعتداء المستمر والقتل المستمر، إلى أي مدى ترى أن هذا المؤتمر وهذا التحشيد هو مهم لدعم القضية الفلسطينية ولإسناد غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الأصل أن أسبوع القدس العالمي في نسخته الأولى والثانية والثالثة كان خاص بتسليط الضوء على القدس والمسجد الأقصى المبارك، لكن في هذا العام يأتي أسبوع القدس العالمي وهو في الأسبوع الأخير من شهر رجب، في الأسبوع الذي فيه ليلة الإسراء والمعراج العظيمة وفيه ذكرى التحرير الصلاحي، يأتي في ظلال هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، التي حتى الآن ارتقى فيها أكثر من 32 ألف شهيد إذا وضعنا المفقودين ضمن الشهداء. فهذا يعني أن هؤلاء الشهداء هم في ضمير علماء الأمة، يكاد يكون طبعا أغلى من المسجد الأقصى المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوضح لنا أن لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله عز وجل من أن يهراق دم مسلم واحد. فهؤلاء الأطفال الذين زاد عددهم عن 14 ألف طفل في قطاع غزة، والنساء كذلك مثل ذلك الرقم، رقم كبير جدا من النساء والأطفال تجاوز 25 ألف. هذا يعني أن العالم كله أصبح في حالة التخاذل وحالة عدم النصرة لهؤلاء في قطاع غزة. ولذلك كان لزاما على العلماء أن يستفيدوا من أسبوع القدس العالمي وأن يوجهوه ويطالبوا العلماء والدعاة والنخب أن تكون فعالياتهم ليست لأجل المسجد الأقصى فحسب، بل تكون نصرة لأهلنا المحاصرين الذين يذوقون الموت والقتل في كل يوم في قطاع غزة. وكون المعركة في قطاع غزة تختلف عن باقي معاركنا، معارك الأمة في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في فلسطين، الناس فسطاطين، فسطاط حق وفسطاط باطل، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. يعني ليس في معركة فلسطين رأي للعلماء إلا أن الجهاد فيها فرض عين، وبالتالي هذه الفرضية جهاد بالنفس يقوم به أهلنا في فلسطين، وهو فرض علينا جميعا، لكننا لا نستطيع القيام به لأن الأنظمة منعت وصول الناس إلى فلسطين، وهذه الأنظمة سيحاسبها الله عز وجل لأنها تعد شريكة في هذا القتل. فيبقى علينا حق أن نسخر كل فعالياتنا لنصرة هذه القضية العادلة. نعم. في ظل غياب المواقف العربية الرسمية، غياب مواقف النظام العربي الرسمي، الأنظمة العربية الرسمية. ابقى معي دكتور محمود الشجراوي لو سمحت، سوف أعود إليك مرة أخرى. دكتور صلاح الدين الحموي عضو رابطة العلماء السوريين، مرحبا بك. ما أهمية المؤتمر اليوم الذي أطلقته كمؤسسات علمائية، ما أهميته في هذا التوقيت؟ تحية لك ولكل الأحرار ولقناتكم الحرة الكريمة التي تتابع شأن الأحرار، حياكم الله. اليوم الشارع العالمي، لا أقول الشارع الإسلامي، الشارع العالمي اليوم ملتهب. طوفان الأقصى أسقط الأقمعة عن وجوه الدول التي كانت تتكلم وتتغنى في مسألة الإنسان وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والبيئة والمرأة، فحرك عقولهم جميعا وحرك ضمائرهم،
وأنا أقول من هذا المنبر لقد نجح المقاومون على في ميدانين. الميدان الأول هو المعركة المباشرة، والميدان الثاني لا يقل أهمية عن الأول وهو ميدان معركة الإعلام. المعركة الإعلامية طوفان الأقصى نجح، ومن شارك في إنجاحه كل الناس، كل من شارك بالكلمة بالمقابلة بالكتابة بالخطبة بكل شيء. وبالتالي أقول المجتمع العالمي اليوم، الشارع العالمي، أكثر من مليون متظاهر في بريطانيا، في أمريكا، في دول كثيرة، فالتعاطف العام عندما يأتي ضمن تفتح العقل الذي كان منغلقا على القضية الفلسطينية وخاصة في الغرب، اليوم تفتح العقل ورأى الجميع أن الصهاينة هم مجرمون، قتلة، محتلون، يدمرون كل شيء. وبالتالي اليوم أي صوت من أحرار يصل إلى العقود، يصل إلى الضمائر في كل المجتمعات. لذلك اليوم المؤتمر وبيان المؤتمر اليوم وأول يوم في أسبوع القدس هو صيح في وسط جو مشحون جاهز لسماع الكلمات الجديدة. ملوا الكذب والدجل الذي كان يدجله عليهم حكامهم وساستهم. فاليوم عندما ننطق في اللغات الأخرى، ننطق باللغة الإنجليزية والفرنسية وكل اللغات الأخرى لمؤتمرنا هذا، وبالتالي نحن اليوم خاطبنا من خلال بيان لنا في اللغة العربية، يجب أن يتحول إلى لغات أخرى ولغات، لأن المجتمعات جميعها تنتظرنا. وبالتالي أهمية هذا المؤتمر من أهمية الواقع، من أهمية الصدمة التي أحدثتها قصة طوفان الأقصى، الصدمة التي أرعبت الصهاينة وأسيادهم وأيقظت الضمائر، شحنت الهم هذه الأمة التي كانت نائمة، بل كانت مستسلمة، بل كانت منبطحة، أعادتها من جديد لتقف على قدميها وترفع صوتها أن النصر بيد الله ولو كانوا سلة قليلة. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وهذا ما حققته المقاومة عندما انطلقت في قصة طوفان الأقصى. فاليوم التناغم ما بين أسبوع القدس من هيئات علمائية كثيرة وما بين ما يحصل في طوفان الأقصى، هذا التناغم كأنهما سيلان أو نهران عظيمان يجريان ليصبا في مكان واحد ليشكلا بحرا واسع. هذا البحر هو بحر الصحوة والقوة. نعم دكتور صلاح، لو سمحت ابقى معي في هذه النقطة. انطلق منها دكتور محمود الشجراوي، يعني هذا التناغم ما بين علماء الأمة الإسلامية في مساندتهم للمقاومة الفلسطينية ومساندتهم للقضية الفلسطينية ولطوفان الأقصى. هناك ضغط بالتأكيد سلط على الكيان المحتل، وبالتالي هل ترى أن هناك يعني اضطرار من قبل حكومة الاحتلال على الجلوس على طاولة التهدئة، طاولة الهدنة؟ كيف تنظر إلى الشكل النهائي لما يجري الآن في الميدان هناك وانعكاساته وردود فعل حكومة نتنياهو؟ أنا أعلق بس على كلمة تناغم. حقيقة العلماء حين يقومون بكل ما يقومون به فهم ما زالوا مقصرين، وهذا واجبهم، هذا واجب الوقت أصلا. يعني لا يستطيع عالم من علماء الأمة لديه فقه ولديه علم حقيقي للمقاصد، لمقاصد الشريعة ولواجب الوقت، أن يتجاوز معركة طوفان الأقصى وأن يتجاوز ما يحدث في فلسطين. وأما أن العدو الصهيوني مضطر للجلوس للمفاوضات ومضطر نتيجة خسائره الكثيرة منذ 7 أكتوبر، وأنا أحب دائما في حديثي أن أعود إلى يوم المعركة الأول، لأنه هذه المعركة تختلف عن باقي معارك الدنيا،
كل معارك الدنيا تحسم في آخر يوم في المعركة، إلا هذه المعركة حسمت في يومها الأول من فضل الله عز وجل. لكن أنا أقول أن العدو مضطر للجلوس في على طاولة المفاوضات، لأن الحرب طالت والعدو لا يستطيع أن يبقى في معركة طويلة الأجل، ولا يستطيع أن يتحمل هذه الخسائر الكبيرة سواء كانت في الرجال أو في المال. هل كانت من وجهة نظركم دكتور في ذهنية الاحتلال أن يطول أمد هذه المعركة؟ قطعا لا. العدو الصهيوني مقتله في الخسائر البشرية الكبيرة وفي مدة المعركة الكبيرة. أطول مدة خاضتها دولة الاحتلال في معركة مع العرب كانت 6 أيام، وأطول مدة كانت مع المقاومة في عام 2014 كانت 51 يوم. اليوم احنا قاربنا على 4 أشهر. ثم العدو الصهيوني مرتاح راحة كبيرة جدا، لأنه لا يسمع حتى يعني بيانات الشجب والاستنكار والتهديد العربية، ما عاد يسمعها، فهو مرتاح من هذا الجانب. وحتى أنا أسمع أحيانا في الإعلام مصطلح يستفزني ويغيظني، كثير من الباحثين يقول لك والله أو الأخبار أنهم حريصون على عدم توسع نطاق الصراع. ماذا يعني عدم توسع نطاق الصراع؟ هذا يعني أن العالم العربي والإسلامي يعني يريد أن تبقى دولة الاحتلال ومن ورائها أمريكا وفرنسا وبريطانيا يستفردون بقطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما، والعدو الصهيوني يأتيه جسر جوي من الإمداد، من الأسلحة، من الطائرات، من القذائف، من كل شكل ولون. ألا تعتقد دكتور أن حديث هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عن الإنسانية ولا بد من احترام حقوق الإنسان، ألا تنظر إلى ذلك أنه حديث مفرغ من محتواه وأنه مجرد يعني محض أكاذيب؟ هذه كذب وافتراء وبيع للوهم للناس. أخي هنالك مصطلحات عرتها هذه المعركة أمام الدنيا. يعني واضح أن العدو الصهيوني بعد المحكمة، محكمة الإبادة الجماعية التي قدمتها مشكورة جنوب أفريقيا، ولم تجرؤ دولة عربية أن تقدمها، وما زال بعد هذه المحاكمة الإجرام أكثر، الإجرام أفظع. وواضح أن هذا العدو الصهيوني لا يعترف بكل مواثيق الدنيا، ولا يعترف بكل ما يسمى بالقانون الدولي ولا بمجلس الأمن. اسمح لي فقط دكتور أن أنتقل دكتور صلاح الدين الحموي. دكتور صلاح، ما أهمية استمرار هذه الفعاليات بحد ذاتها، نقصد يعني أسبوع القدس العالمي الرابع، في ظل وجود فعاليات موازية من إيران التي يزداد نفوذها في المنطقة؟ الحقيقة كما قلت أن الأقنعة قد سقطت عن وجه الغرب الذي يدعي الديمقراطية والإنسان وحقوق الإنسان والمرأة والطفل. القناع سقط عن إيران وسقط عن حزب الله وأتباعه بشكل كامل. لو كان الادعاء الذي يطلقونه في كل يوم الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، لو كانت هذه الشعارات حقيقية لكانوا في الميزان اليوم، لكنهم يستغلون ويستغلون كل حالة وحاجة بتسخيرها لهم. فأطلقوا عندهم أسبوع القدس، وهذا أسبوع القدس يعني أنا سمعت معمم شيعي يتكلم بشكل خطير، يتكلم يعني أنا والله يعني أنا أنزعج حتى من تكرار هذه الكلمة، إن نعل واحد شيعي أفضل من القدس والمسجد الأقصى وهذا الكلام. وبالتالي كما سقط القناع عن الغرب، سقط القناع عن محور المقاومة الكذاب الدجال الذي يدعونه الحقيقة. أن يعني النظام الإيراني يستخدم الطائفية من أجل الوصول إلى مبتغاه ومن أجل توسيع نفوذه والاستمرار في نفوذه باستخدام موضوع الطائفية، وهذه نقطة يعني أضع تحتها خطين. بالتالي ماذا تتوقع بعد الحرب على غزة في ظل حديث الاحتلال الآن، يعني عن مخططات الاحتلال في ظل الحديث عن هدنة متوقعة أو يعني تهدئة متوقعة أو مضطر
فيها أو تضطر فيها حكومة الاحتلال بسبب هذا الضغط من قبل المقاومة، بسبب هذا الضغط، بسبب صمود أهالي قطاع غزة، بسبب هذا الضغط يعني بعد الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا؟ الجميع قال أنه قبل 7 يقينا، ليس بعد 7 مثله، في فرق كبير. وبالتالي ليس خفيا، يعني المعلومة ليست مخفية وليست لست يعني بدعا من الكلام فيها. اليوم هم يجلسون على طاولة التفاوض، اليوم يجلسون على طاولة التفاوض رغم أنوفهم. ما أعلن من خسائر على المستوى الإسرائيلي الصهيوني لم يعلن إلا ربما 10%، خسائر بشرية وخسائر اقتصادية وخسائر نفسية وهجرات عكسية وقصة كبيرة حصلت هزت الكيان. وأهم قضية اليوم عندهم مشكلة داخلية كبيرة فيما بينهم، بعضهم يشتم نتنياهو ويعتبره مجنون، يريد أن يفر من محاكم، لذلك يلجأ إلى الحرب وإلى هذا التصعيد، يريد أن يفر من تهم لحقت به في السابق حتى يبقى على رأس الحكم ورأس الحكومة، يتابع في قضية الحرب واستمرار رغم الخسائر اليومية. وبالتالي في عنده ضغط داخل 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 الصهيونية، داخل هذا المسخ الذي يحتل أرضنا، في عنده مشكلة بين المعارضة، حتى يعني من كلمة معارضة وغير معارضة، في عنده مشكلة داخلية طبعا، وهذا سببته المقاومة. يعني لم يأتي من فراغ، ما حققوا لهم بضربات الصاروخية التي وصلت إلى كل مكان، في كل مكان قصفوا كل مكان ووصلت المعركة. وكما قال أخونا الدكتور محمود، الصدمة الأولى التي أخرست الإسرائيليين، الصدمة الأولى التي لم يتصورها تصور حتى بالأحلام، حتى بالمنامات. كيف استطاع 1200 شاب بطل رجل أن يدخل ويحقق ويأخذ الكثير من الأسرى ويضرب ضربة كبيرة، يفقد العدو صوابه، يخترقه أمنيا، يأخذ وثائق، يأخذ معه سلاح، يأخذ هذا الأمر حتى الآن ما استوعب الصدمة. وبالتالي نتنياهو رغم أنفه سيجلس على طاولة المفاوضات، والمفاوضات تكون نتيجتها إن شاء الله لصالح المقاومة، نعم، بل تعزيز قوة المقاومة وشرعنة المقاومة. نعم. شكرا دكتور صلاح الدين الحموي، عضو رابطة العلماء السوريين، لوجودك معنا في بانوراما رافدين. ونشكر أيضا الدكتور محمود الشجراوي، أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين، ضيفنا عبر سكايب.